الله نزل عليك. الاجواء كانت رائعه، وباخص ان كانت المقابله تفرجت مع وليداتي التلاميذ ديال الباك ثانيه بكالوريا، والحمد لله كانت اجواء رائعه. والمنتخب الوطني قدم لي عليه، كنتمناو تكون نتائج ايجابيه ان شاء الله في المقابلات المقبله، لا بالنسبه لكرواتيا لا بالنسبه لكندا لا بالنسبه لبلجيكا ان شاء الله باذن الله. نتمناو التوفيق. الحمد لله كان ازيد من 1000 تلميذ. هنا كيبان ان الناس عندهم حب ديال الوطن، والناس انهم كيحبوا البلاد ديالهم، والحمد لله الفرحه ديالنا كانت كبيره منين جاوا الناس، يعني الا وانهم كيحبونا وكيحبوا الوطن ديالهم. كنا متوقعين نتيجه ايجابيه احسن، ولكن الحمد لله على كل حال يعني تعادل سلبي باقل الاضرار، يعني بقى عندنا الامل في ماتشات المقبلين ان شاء الله. ضروري شوف حنا غنبقاو نشاهدوا ان شاء الله تنديو كوب دي موند ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله، الله يوفقنا على هذا الشيء. واخا كانت هذا الشيء نورمالمون كيبان سهل، ولكن يومين حنا ما كنعسوش، يومين ديال الخدمه، يومين ديال التماره، والحمد لله ربي وفقنا اننا باش ندوز اجواء زوينه. وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، ان شاء الله نربحوا الماتش الجاي بلجيكا ونربحوا كندا ان شاء الله. خويا الاجواء كانت زوينه تبارك الله خويا، غير كان ناقص شويه كان المنتخب خاصو يربح، ومهم ما ربحش ان شاء الله نتمنوا نفوز المقابلات اللي جايه ان شاء الله خويا الزين. اخويا الاجواء كانت حماسيه فهمتيني، الدقه مراكشيه، الدي جي، الروينه، البلباله فهمتيني، فطور فهمتيني، كل شيء كان في متناول الجميع اخويا الزين. ما جا ان شاء الله نتابع المقابله ان شاء الله، المنتخب نتمنوا يدوز ان شاء الله وغيدوز ان شاء الله، خاص غير شويه فهمتيني راك عارف. الزين جا سيدنا الله نزل عليك. اليوم كان الماتش واعر بزاف، كنشكروا كاع اللعابه اللي لعبوا اليوم، كنشجعوهم واخا ما ربحناش، واخا ما زعما ما ماركينا ما والو، حنا كنشجعوكم حتى الاخر، عرق كيضرب فينا وكنموتوا على المغرب. وتحيه كاع اللعابه ديال المغرب اللي لعبوا اليوم، وكنشكر شكر خاص للاستاذ الاسطوره اللي دار لنا هذا التجمع الزوين، وكان باحسن حله. كنا باغين نكونوا حنا الرابحين 1-0 و2-0، مي ما كتبش، المهم ما تماركاش علينا وما ماركيناش. كانت الاجواء حماسيه بحال اللي عايشين حنا مع عشنا مع مع مع, مع الماتش، وعشنا مع الدراري التلاميذ، وكاين اللي خلى قرايته وخلى خدمته باش يجي يتفرج اليوم، وكنشكركم بزاف. ضروري نشاهدوا نساعدوا المنتخب الوطني، واخا حنايا ما قدرناش نمشيو حتى القضاء، نشجعوا واخا في بلادنا. خويا الاجواء دازت في اوقات زوينه الحمد لله، جينا مع الزملاء ديالنا من اللي ساسفه، وكنشكروا الاستاذ الاسطوره عثمان الحبشي اللي جمع كاع التلاميذ اللي كيقراو عنده اللي تقريبا 1000 واحد. الحمد لله دازت اجواء زوينه، وكنشكروا ايضا مدرسه فيزاكوغ اللي جابت لنا هذا الاستاذ الرائع. الحمد لله وكنتمناو الرباح في ماتشات جايين اخويا، واخا كنا عاطين الرباح للمغرب بغينا يربح، ولكن ما كتابش اخويا الحمد لله. المقابله الجايه ان شاء الله غرب. كنا تفرجنا مجموعين، قطر جبنا عندنا هنايا. كنشكروا الاستاذ الاسطوره لانه جابنا وجمعنا كاملين منطقه ليساسفه، سيدي معروف عين الشق، يعني جميع المناطق تجمعوا هنايا اليوم.
باش غادي نتفرجوا مجموعين، والحمد لله دازت الاجواء في الامن والامان، وكلشي تفرج الحمد لله، ودازت الامور مزيانه. وكنتمنوا ان هذا الشيء يكون ديما، ماشي غير هنا غير مناسبه الدراسه ولا السوايع ولا لي كور ديال الليل. المهم الاستاذ الاسطوره دار واحد البادره اللي طيبه، انه جمع الدراري، يعني راه شي حاجه زوينه بزاف، ما يمكنش اي واحد يديرها. والدخول بالمجان والفطور بالمجان، يعني كل شيء. كنشكروا بعدا كاملين على هذا الشيء اللي دار، وكنتمنوا انها تعاود. وكنت المنتخب واخا اليوم تعادل، ولكن قدم واحد المباراه اللي مزيانه وزوينه، وكنتمنوا انه ان شاء الله الماتش الجايين يدوزوا ان شاء الله. كانت الاجواء زوينه بزاف. كنشكر الاستاذ الاسطوره اللي جابنا لنا واللي اسس هذا الشيء، كنشكروا بزاف. لا بالعكس، اسس لنا هذا الشيء باش نتفرجوا. كان زوينه بزاف، عطاونا فطور فابور، كلشي فابور، دخله فابور، كلشي فابور. المهم ضحكنا شويه بارك الله، ما كدر فينا لا الشمس لا والو، مريحين الظل وداكشي فهمتيني. مازال غتشادوا؟ ان شاء الله نجيو ضروري، ماشي مشكل. ما جاباش هذه المره يجيبها مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله ديما مغربي. ودعوا معنا، عندنا الباك، دعوا معنا نجحوا ان شاء الله.